يعني هذا يعني شرف لي انه اقدر اساعد اهلي ونفس الوقت ادرس ويعني ادرس للمستقبل يكون يعني انسان ناجح. اللاجئين يعني بالرغم من الظروف، خلي ما يقولوا ان الظروف وهي الوضع، يعني كلياتنا عنا ظروف، كلياتنا عنا اوضاع مو منيحه، بس خلي انه يعني بالرغم من الظروف هي يكون عندهم ثقه وعندهم حلم وما يستغنوا عن الحلم تبعهم، المستقبل تبعهم بايدهم.